السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من المرابطون نستهلها بالعناوين: الإعلان بالعاصمة الرباط عن وفاة الدبلوماسي والناشط الحقوقي الموريتاني محمد سعيد ويلهام مدي بعد صراع مع المرض. مجلس الوزراء الموريتاني يصادق في اجتماعه يوم أمس على مشروعي قانونين حول مجتمع المعلومات والجريمة السبرانية. الناطق باسم الحكومة يقول إن وسائل الإعلام الموريتانية موغلة في المساس بأعراض من يحميهم الدستور وإن الهفة مطالبة بالتدخل. حياكم الله. أعلن بالعاصمة المغربية الرباط عن وفاة الدبلوماسي السابق والناشط الحقوقي الموريتاني محمد سعيد ويلهام مدي بعد صراع مع المرض. وقد شغل ويلهام مدي مناصب دبلوماسية عديدة، وسبق أن تولى منصب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكان يتولى حاليا رئاسة ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين. خسارة كبيرة لموريتانيا. اعتقلت الشرطة الموريتانية بولاية نواكشوط الجنوبية وبأمر من وكيل الجمهورية إمام جامع الهداية بمقاطعة الرياض خالد ولي سلمو بتهمة منع البناء في ساحة عمومية مرخصة. وسبق لولي سلمو والعشرات من سكان الحي أن نظموا احتجاجات متتالية ضد البناء في الساحة العمومية التي تقع أمام المسجد. المرابطون اتصلت بولي سلمو وأدلى لها بالتصريح التالي: لقد تم توقيفي من طرف الولايه الجنوبيه باعتراض على احتلال الساحه العموميه، اعتراض على احتلال هذه الساحه التي هي امام مسجدنا في مقاطعه الرياض، هذه الساحه العامه التي امام جامع الهدايه. اعترضنا مرارا على احتلالها نحن وجيرانه، ويبدو ان هذا الاعتراض على احتلال هذه الساحه اصبح جريمه يعاقب عليها، فحسبنا الله ونعم الوكيل. أكدت المحكمة الجزائية بمدينة ألاق عاصمة ولاية البراكنة خلال جلسة عقدتها ظهر الخميس، أكدت الحكم الصادر في حق قادة إيرا ومنظمة كاوتال من قبل المحكمة الجزائية بروسو قبل أشهر. وقد جرت وقائع المحاكمة في غياب المتهمين وهيئة الدفاع ووسط رفض هيئات حقوقية لهذا الحكم. المزيد في التقرير التالي. حكم جديد تصدره المحكمة الجزائية في ألاق يؤكد الحكم السابق بسجن رئيس حركة إيرا ونائبه ورئيس منظمة كاوتال لمدة سنتين وسط حضور جماهير وناشطين في إيرا ومناصرين لها. حركة إيرا انتقدت بشدة سير المحاكمة وسخرت من الإصرار على إقامتها في غياب المتهمين وأعضاء هيئة الدفاع. هذا القاضي ما هو القاضي الطبيعي اللي يلا يعودوا يحاكمهم، وهي مجرد مهزلة سياسية معدلها محمد عبد العزيز لإرضاء مناصرين من الاستعباديين والعنصريين، ونحن هذه المهزلة السياسية ما لنا مقابلين على أن نشاركوا فيها نحن كمتهمين، هم كمتهمين والدفاع هم اللي. واتهمت حركة الحر النظام بالسعي لمطاردة قادة إيرا وتلفيق التهم لهم، وأكدت أنها لم تتفاجأ من صدور هذا الحكم. هذا الحكم طبعا احنا ما يفاجئنا به، اللي ذاك اللي عدل في القوارب ما كان حكم ولا كان مؤسس ولا كان عنده معنى ولا كان عنده سبب، إذن أن كان حكم جائر. إجراءات أمنية مشددة عرفها محيط المحكمة منذ ساعات الصباح الأولى، وحضور مكثف لقوات الدرك وشرطة مكافحة الشغب، مع تسجيل هدوء تام ساد المكان لولا بعض حالات الاحتكاك الخفيفة بين عناصر إيرا وقوى الأمن. تأكيد المحكمة الجزائية بمدينة ألاق للحكم الصادر بحق معتقلي إيرا وكاوتالي قبل أشهر ربما يزيد من تعقيد الملف، خصوصا في ظل رفض المعتقلين وهيئة الدفاع وهيئات حزبية وحقوقية لهذا الحكم. أبو بكر والإمام لقناة المرابطون ألاق.
صدق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه الخميس على مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بالقانون التوجيهي لمجتمع المعلومات، فيما يتعلق الثاني بالجريمة السبرانية. وقال وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال المختار ملالجا إن مشروعي القانونين يهدفان إلى وضع استراتيجية وطنية لرسم فضاء مناسب لتطور تقنيات الاتصال والإعلام. فإن مشروع القانون المصادق عليه اليوم بمجلس الوزراء يمثل قانون إطار يحدد مجموعة مفاهيم وقواعد تهدف إلى أولاً انسجام المنظومة القانونية المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال في بلدنا، ثانياً قيادة النظام وتسيير المجتمع الموريتاني للمعلومات، ثالثاً إنارة المشرع لأجل وضع التشريعات الضرورية لمواكبة تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال. وفي هذا الصدد يركز مشروع القانون على النقاط التالية: النقطة الأولى هي تعريف مواصفات المجتمع الموريتاني للمعلومات الذي نصب إليه، ثانياً المفاهيم الأساسية لهذا المجتمع، ثالثاً الأخذ بالاعتبار لمتطلبات الأمن العام والعادات الحميدة والقيم الدينية والثقافية للمجتمع الموريتاني للمعلومات، أخيراً تحديد واجبات وأدوار مختلف الفاعلين اللي هم الدولة والمجتمع المدني والقضاء الخاص والأشخاص الأخ. قال وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة يزيد به والمحمد حمود إن الإعلام الموريتاني تجاوز الخطوط الحمراء وأضحى ينال من شرف وعرض من يحميهم الدستور. وأضاف المحمد حمود خلال مؤتمر صحفي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء أن الهابا مسؤول عن وضع سقف للحد الذي ينبغي أن تقف عنده وسائل الإعلام. لقد ولغتم في أعراض الناس وسؤال يا أخي ماذا لا ليس معقول ليس مقبولا، والهابا مؤسسة مسؤولة عن وضع حد للسقف الذي يجب أن نتوقف عند لكي نوصف بحرية التعبير. نحن تثار بيننا أسباب الفتنة ونسكت عنها من أجل حرية التعبير، يضام ويهان رئيس الجمهورية من أسهم من أجل نسكت عنه من أجله ويحميه الدستور كما قلت لكم في المؤتمر الصحفي الماضي. الهابا مسؤول عن ذلك، وضعت أصلا الرواتب تعطى والمكاتب والأمور تدار فيها من أجل ماذا؟ من أجل حفظ المرعيات. أنتم في الهابا هناك هذه المؤسسات وقعت على مجموعة من ماذا؟ من الالتزامات يجب الالتزام بها، والموقع صاحبه والجريدة صاحبها. أنا كما قلت لك إذا كان الأمر يتعلق به أنا أقبل، ولقد قرأت وسمعت ورأيت ما لا يطاق. اختتمت بالعاصمة نواكشوط أعمال ندوة علمية تبحث مقاربة موريتانيا لمحاربة التطرف والعنف، منظمة من طرف المعهد الموريتاني للدراسات الاستراتيجية. وأشاد مدير المعهد بجو النقاش الذي طبع جلسات الندوة على مدى يومين، مضيفا أن المداخلات العلمية التي قدمت ستتم طباعتها ونشرها في وقت لاحق. في ختام ندوتنا المباركة بنجاحها بصفة المدير التنفيذي للمعهد الموريتاني للدراسات الاستراتيجية، ليعبر لكم عن مدى غبطتي الكبيرة وسروري العظيم بنجاح هذه الندوة التي نظمها المعهد الموريتاني للدراسات الاستراتيجية بتكليف من الحكومة الموريتانية تحت عنوان ثقافة السلم والاعتدال في مواجهة التطرف العنيف المقاربة الموريتانية. وهو نجاح مزدوج كما كان وما كان ليتحقق لولا ما قدمتموه عصارة فكركم وخلاصة بحثكم وتطوافكم في آفاق الفكر وميدان العمل وميادين العمل، ولا غرو في ذلك. أعاد السجناء السلفيون بنواكشوط التذكير بمطالبتهم بالحوار والمراجعة الفكرية حتى يستفيد منه السجناء المستعدون للحوار والراغبون في المراجعة لمواقفهم السابقة.
وثمن السجناء جهود الدولة في حل هذا الإشكال، مشيدين بدور السلطة والعلماء في إطلاق حوار جديد يؤسس للسلم ويكرس تجربة البلاد ذاتية في هذا المجال. نتابع. طالب السجناء السلفيون بالسجن المركزي في نواكشوط بإطلاق حوار جديد مع السجناء الراغبين في المراجعات الفكرية لمواقفهم السابقة. ونشر السجناء في الإعلام رسائل وقعت عليها مجموعات منهم للتذكير بالحوار والنقاش الهادئ وسيلة لمعالجة الإشكالات الفكرية. وقد ثمن السجناء تجربة الحوار من قبل الدولة وأكدوا تأييدهم لها، وجاء في الرسالة أن الحوار هو الوسيلة المثلى الناجعة لإنهاء هذه الأزمة وحلها، فالتجارب فيها مشجعة وتغنينا تجربتنا في موريتانيا عن النظر إلى غيرنا، فقد سجلت تجربتنا نجاحا كبيرا، ومع هذا لم نرى من السلطات تكريسا لنتائجه واستثمارا لتجربته وجعله معيارا للفصل في هذه المسائل الشائكة. وقد وجهت الرسائل للمعهد الموريتاني للدراسات الاستراتيجية بمناسبة ندوته التي أقامها لنقاش المقاربة الموريتانية لمواجهة التطرف العنيف، وطالب السجناء على الخصوص بالتركيز على الجدية في بداية الحوار وتنفيذ مقرراته والتعامل بشفافية مع الملفات بشكل موحد ووفقا لمعايير متفق عليها بعيدا عن أي أساليب أخرى كما حصل في الحوار الماضي. وتعكس الرسائل ملاحظات للسجناء على الحوار السابق يطالبون بتفاديها، وحملت لغتها تعلقا كبيرا بالحوار وأملا في الدولة ومؤسساتها، ومناشدة للعقلاء بالعمل على الدفع باتجاه حوار يؤسس لعودة السجناء لحياتهم الطبيعية أعضاء فاعلين في المجتمع خدمة للاستقرار والتنمية. قالت وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية هند منتعينين إنها قدمت لمجلس الوزراء بيانا يتعلق بإطلاق برنامج وطني لإحياء التراث القيمي. البرنامج يمتد ل5 سنوات ويسعى وفقا للوزيرة إلى إحداث توجه يعيد الاعتبار للقيم والمعاني، وتتوخى منه بعض النتائج ينتظر أن يعمل على تحقيقها. في إطار هذا البرنامج هناك نقاط أساسية ننطلق منها، هي أنه في تطور الأمم دائما ونشأتها وحتى مراحل ازدهارها أنها تقوم على مجموعة من القيم تتقاسمها وتنظم من خلالها العلاقات بين الأفراد والمجموعات، وإذا مس هذه القيم الأساسية طارئ يخل بها فإن ذلك ينعكس مباشرة على البناء الاجتماعي ويهدد وجود الأمة. القيم الأخلاقية هي عبارة عن قانون وضعت السنون بالنسبة لنا يتدرج لينظم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمجموعة بشرية اختارت أن تبني مؤسسة اجتماعية تضمن من خلالها مصالح أفرادها. كانت نشأة الدولة الموريتانية هي تتويج لخيارات هذه المجموعات الموجودة البشرية التي تقاسم مجموعة من القيم تراكمت لديها منذ عدة عصور وأضحت عقدا اجتماعيا بين مكونات الأمة الموريتانية. ولعل أكثر هذه القيم الأخلاقية تجذر في البلاد تلك المستمدة من التراث الإسلامي. من المقرر أن يغادر حارس منتخب المرابطون سليمان جلو العاصمة نواكشوط متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية مطلع الأسبوع القادم بعد أن حصل على تأشيرة السفر. ويعتبر الحارس سليمان جلو أكثر اللاعبين الحاليين تمثيلا لمنتخب بلاده بعد 16 عاما قضاها يدافع عن ألوان وطنه الأخضر والأصفر. نتابع. سليمان جلو اسم ارتبط بالمنتخب الوطني الموريتاني سنوات طويلة وقف فيها بين عارضتين رتحا من الزمن، دافع عن منتخب بلاده وهو في سن 18 عاما. تعاقبت عليه فيها الأجيال وظل ابن النجمة والهلال بنفس العطاء وبنفس الأداء، لم يسبق له أن سلك طريق الاحتراف رغم فنياته العالية ورغم كونه من طينة الكبار. مع مرور الزمن تولدت لديه خبرة، فهو أكثر اللاعبين الحاليين خوضا للمباريات سواء الرسمية أو الودية مع المنتخب الوطني. عرف طعم النصر في عديد اللقاءات وعرف طعم المر والهزيمة في عديد المحطات أيضا، وقليلة هي اللقاءات التي يخوضها المنتخب الوطني ومن دون الحارس سليمان جلو، فهو روحه وقلبه النابض. عرف بأخلاقه العالية وبرزانته، والوحيد الذي تتفق الجماهير الموريتانية على أحقيته بمكانته في المنتخب. وحين يغيب المتابع والمساير لكرة القدم الموريتانية
لا تكتمل صورة المنتخب في عينه، فحجر الزاوية في نظره مال فعلا. اليوم وبعد مرور قرابة 16 عاما قضاها الحارس الأمين واقفا أمام عرينه يقرر الترجل عن جواده ومغادرة الوطن إلى بلد مغاير. كيف حصل ذلك ولماذا وأين الوجهة بالتحديد؟ في الشهر الثامن من السنة الماضية حصل الحارس على تأشيرة سفر للولايات المتحدة الأمريكية، لكنه لم يعلن عنها ولم يكشف عن تلك التأشيرة طيلة هذه المدة، حتى دخل المنتخب الوطني منذ قرابة أسبوع في معسكر تدريبي شهد غياب الحارس سليمان جالو وبدون مبرر. تقول بعض المصادر الإخبارية إن الحارس سليمان جالو حصل على عرض احترافي من بعض الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الواقع يقول إنه لو كان حصل على عرض لسافر بعد خروج التأشيرة بأسبوع واحد على الأقل، وقد مضى على حصوله عليها قرابة 10 شهور، مما يوحي أن حامي العرين له مآرب أخرى في بلاد العم سام. وفي كلا الحالتين يحتاج المنتخب الوطني المرابطون لعقد من الزمن للحصول على حارس بملامح وقدرات سليمان جالو. هجرة الأدمغة واللاعبين نهاية النشرة، وقد تابعتم فيها الإعلان بالعاصمة الرباط عن وفاة الدبلوماسي والناشط الحقوق الموريتاني محمد سعيد والهمدي بعد صراع مع المرض. مجلس الوزراء الموريتاني يصادق في اجتماعه يوم أمس على مشروعي قانونين حول مجتمع المعلومات والجريمة السبرانية. الناطق باسم الحكومة يقول إن وسائل الإعلام الموريتانية موغلة في المساس بأعراض من يحميهم الدستور، وإن الهبة مطالبة بالتدخل. دائما يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. في الثانية موجز إخباري على رأس الساعة.